وبيدمر مثل ما انك شايف. مش واضح علي اني شخص مدمر يعني؟ لا ولا شوي. لا فعلا ولا شوي. يمكن بغير حالات معقول، بس هلا لا، القصائد اللي سمعناهم كثير. لا الحمد لله. ماشي الحال. لا نحكي نحن بالمعنى الرمزي يعني. نعم. الدمار النفسي، انه بتعرف شو صار معنا هون، حروب أهلية وحروب طائفية وحروب مذهبية، خاصة انه الشعر بيكون يمكن حساس اكثر من بقية الناس. يعني اذا بتريد صندوق السيارة، لما كان في سيارات وانا اقتنيت كثير من السيارات، هلا ما بيلايمني انا لا سوق عدا عن القصة المادية، جزء اساسي من حياتنا الاغراض بصندوق السيارة. هذا الدمار من منطقة لمنطقة، ومن الجنوب للشمال، ومن الشمال للبقاع، ومن البقاع على بيروت، ومن بيروت على قبرص، ومن قبرص على باريس، ومن باريس لمطرح ما بدك. يعني هذا هو الدمار اللي بقصده أنا. واشتغلت كتير بالصحافة أيضا، ليش تركت، ليش بعدت عن الصحافة؟ لأني اشتغلت كتير للراحة يعني. عم تحكي مع شخص عمره 64 سنة، الصحافة لا تنتهي، في ناس أكبر مني عم يشتغلوا بالصحافة. هالسؤال يعني سئلته أنا عدة مرات وأجبت عليه، بتعفيني بس من الإجابة مرة أخرى. هلا كله طالع على دورنا يعني، لا بدنا نسمع قصيدة عن بيروت ولا بدنا نجيب. لا حبيب، لا أعطيني الكتاب بقرا لك عن بيروت. طب يلا بنحكي قصيدة هلا، شوف ايش قصيدة. قصيدة ديانا، الليدي ديانا.